مشاهدينا الكرام، على السلامة ومرحبا بكم مرة أخرى وكما كل يوم في برنامجنا شهوة رمضان. بالطبيعة مانيش وحدي في الكوجينة، معايا شيف كل يوم ندلو عليه باش يحضر لنا غوسات بنينة وصحية. على السلامة شيف، مرحبا. أهلا بيك نادي، شنو حوالك؟ سافا لاباس؟ في فورمة؟ في فورمة، في فورمة. فما جرينتا اليوم؟ أي لاباس. أيا به، أيا به. دونك أنت يشتي وين عليا أنت يبلك. أنا في رمضان شنو باش نشتي؟ شنو باش نشتي؟ توا هكا في مخي شاهية كفتاجي بنين محرحر نعناقيه كيف في السهرية. في السهرية دونك بيه. بالنسبة لي نحن باش نحضروا كفتاجي اللي هو طبق قديم وعنده تاريخ، وبالمناسبة تحية لأهالي القروان. كل يوم هكا ذكرنا شنو الجهة نتاع كل مرة بلاصة نتاعنا. دونك باش نبداو نحضروا بالحاجة الأولانية، خليني قبل كل شيء كالعادة الزيت. الزيت لهنا و اونتخ تو نحكيو على لي زانغريديون نتاعنا. بيان سور بالطبيعة. باش سي بون. شوية برك، شوية ما نكثروش. ما نكثروش. بالنسبة لنا أعزائي المشاهدين، اخترنا لكم للكفتيج باش نحضروا فلفل. بالنسبة للفلفل خذينا ثلاثة أنواع. فما الفلفل اللي موجود الأورانجي والأصفر والأحمر. دونك شيف حسب ما فهمت أنت تحب تنوع في لي كولور باش يجي البلا نتاعنا أزيم. إي نلعبوا على الألوان. واخترنا القراع، طماطم، البطاطا، العظام موجود، والمعدنوس والبصل والكبدة. والكبدة بيان سور. دونك حاولنا باش نوعوا طريقة التقديم، قسيناهم دوير وكنا سبقناكم أعزائنا المشاهدين. قبل كل شيء باش نحطوا الكبدة. اليوم الكبدة قبل البصل، علاش؟ سهل. تضيع لي التركيز نتاعي. لا لا لاباس. ليش؟ دونك هذايا بالنسبة لينا، خليها هكا تحركوا بلاش. ما تحركوش. نحركوها بهذي ولا ما تحركوش؟ اي نساش. باهي سخنت هي شوية، دونك بعدها شوية على النار. ما نساش خليها ما يصير حدا شيء. نجموا نرجعوها على النار. في الأثناء صبنا شوية زيت هذيك، دوب بلاش، مش برشا. كيتا زيت. سي بون. هذايا باش نحضروا فيها العظم. نحضروا فيها العظم نتاعنا. فيسع فيسع الكبدة. ما تحمر. أعطينا شوية ملح في الأكحل. شوية ملح في الأكحل. حطوا هني. رشة منا. ورشة فلفل أكحل. هذايا أسهل منها، ما فهمتش. ما فهمتش. به. نحركوا باش ما تشدش. في سيري تحريك. بيه هي ما تطلبش برشا باش سي بون هكا ما تطلبش. نحاولوا نقلبوا احنا باش نحطوا الف ولا لهنا. واش نعدي واش نوريك كيفاش نحضروا العظم. العظم اخترنا بريزونتاسيون جديده بيان سور، باش تبدا توا تتفنن شيف كالعاده، باش تحط حاجات هكا. دونك حاطين الفلفل، خذينا الفلفل الاصفر الخشين. قصينا رونديل حاطينه اللي هو موجود معناها في المارشي، مش ما نقعدوش نرجع عليه برشا معناها. باش نطيبوا بالطبيعه. ما نساوش نحطوا شويه ملح في الاكهل. بيان سور كالعاده. سي بون شويه ملح في الاكهل. كل ملح ما يغيب على طعم. ما يغيب على طعم. هذيك هي. ديما نعملوا جو على الماكله نتاعنا. في الاثناء نخليو العظام يطيب. بالنسبه لينا الكبده حاضره، بقى لنا توا كيف باش ندرسيو الصحن نتاعنا اللي هو انا رافيها هكا في فورم دو كور. اي نحصروها باش تطيب من فوق، ما تمسخناش زاد هكا شويه الحجين. هذا ما عادش نسحقوه. هذا الشيف وما بقى لنا توا كيف باش نعطيه شويه تبلو كرويه. شويه تبلو كرويه نحطو هوني. اي سي بون. سي بون. هذا بالنسبه للطماطم هكا رشة خفيفة تاع البكروية. اعطيني شوية ملح وفلفل أكحل. ملح وفلفل أكحل كالعادة. وكيف كيف كنا نفوقوا بقية الخضرة. وما علينا توا كان باش نزينوها. دونك باش نختاروا؟ باش نبداو اللوحة الفنية نتاعنا. اللوحة الفنية نتاعنا. باش اونتخ تو هوني نتفقدوا. نتفقدوا. العظم. بعدوها هكا شوية باش نختاروا لوحة فنية باش نزينوها. سي بون طابت العظمة نتاعنا. طابت العظمة، خذ بالك. بسم الله عليك. هذاك خاطر
تلفون خليها شوي. ريت انا تفقدتها. نسيت نسيت. ريت انك تفقدتها شوي. ايه ايه. ناخذ طماطم. مركزة معك. مركزة؟ ايه. ناخذ شوية طماطم. ما حلاها البريزونتاسيون، نحكي لكمش معناها حد يتفنن في هكا في ان بلا هكا. يعمل في حاجة كلها حب. هذا ما عادش نسحقوه. بعدو. باش ناخذوا البطاطا. البطاطا قصيناها. دي روندال باش نزيدو القرع اي شنو اخر بعد ما نزيدو القرع مازال عندنا شويه بصل وشويه معدنوس وعندنا العظم باش نزيدو كم نوع البطاطا كم البطاطا الكل حطوها هكا فوق بعضها فوق بعضها تمام القرع كي باش نهزو العظم اي باش نزينو شاف هذايا انا حسيته هكا كفتاجي مثخن شويه كفتاجي حتى نحن الكفتاجي نتاعنا يعني مش هكا هذايا كفتاجي روفيزيتي هذايا كفتاجي المعلم روفيزيتي الفنان الشيف نتاعنا اللي كل يوم ندلو عليه باش عملنا حاجه بنينه ومزيانه الكرشه هذيك تاع المعدنوس نتاعنا ديجا هو جينا في الدريساج نتاعو معناها سي بون بعد معناها حطوه كما هو على الطاولة كما هو على الطاولة بعدو مقلى عناش وتو مازال لنا باش نحطو باش نحط الكبدة بيان سور دونك بلوز امبورتون ماش نسحقوها نتاع داو الكبدة طريقة حتان الكبدة اللي وسط هذيا اللوحة الفنية الكل كيفاش على جناب نحطوها على جناب ايه ريحة الكبدة شايف ريحة الكبدة كبدة وكفتيجي وجونا أحلى جو بس وهكي الكفتيجي متاعنا حضر بك بالنسبة لنا كفتيجي متاعنا حضر ومحلي و بيان بريزونتي هكا كل شيء معناها اللي هكا اللي تبعنا اليوم تعمل كفتاجي يعمل 66 كيف بالنسبه لينا اعزائنا المشاهدين هكا نكونوا حضرنا البلان تاعنا اللي هو كفتاجي بتوش ريفيزيتي وما بقى لنا كان باش نزيدوا نحضروا الاطباق الموالي معليش نغيب عليكم برشا انا راجعين ورجعنا لكم مره اخرى ما تبعدوش علينا خاطر الشيف قاعد يحضر في حكايه في الكوجينه هيا نشوفوا شنو البلا اللي باش يحضروا لنا الشيف اخترنا لكم اعزائنا المشاهدين اليوم كطبق رئيسي موجود عندنا الدجاج الروز كنا سبقنيكم شويه وطيبنا الروز عندنا شويه طماطم فلفل سفنيريا وجبن ما ننساوش بالطبيعه شويه زعتر وشويه حبق زيبيس نتاعنا شويه موتارد وشويه عسل باش نشوفوا مع بعضنا طريقه الاعداد بشويه بشويه هكا امور باش تعلم يعطيك الصحه شيف خاطر المنيو نتاعك ما يتكلفوش برشا بس فما دجاج ومن بعد في الاخر يجيو بنين مزيانين. باهي باش نشوفوا مع بعضنا احنا توا طريقه الاعداد. اي عندنا صدر تاع دجاج. شنو باش تعمل الصدر يا شيف؟ شنو باش تعمل؟ باش نقصوه من هنا على اثنين كيما البورتفوي. بورتفوي. يعني حتى الاسامي معناها هكا تحسهم فيهم حكايه معناها. ليزابيلاسيون هذيا هكا جوست باش نخرجوا على النطاق المألوف وبورتفوي معبي بالفلوس ولا فارغ ولا ان شاء الله ديما معبي ان شاء الله كيما طاجين السر اللي طيبناه كيما طاجين السر باش ناخذ شويه زعتر اه زعتر يبنن اي وشويه حبق والحبق زاده اي ما نسيوش رشه صغيره تاع ملح ملح والفلفل الاكحل بيان سور والفلفل الاكحل اي نسكروا توا البورتفوي مازلنا محلوله مازلنا نصرفوا مازلنا نصرفوا باش ناخذوا باش نستحقوا موتارد اي باش نزيدوا مع الموتارد عسل عسل مع الموتارد اي اه كيفاش باش تجي هذه شوف تجي بنينه بالطبع اي بالطبع خلطوا مليح مليح العسل والموتارد ديجا هو هكا ينجم يخرج صوص داكومبانيمون اي اي كولور نتاعو مزيانه في الصحن معناها باش نستحقوا البانسو البانسو نتاعنا كل شيء دونك باش نحطوا شويه فلفل شويه طماطم دونك تو بالنسبه للبورتفوي سكرني هكا من بعد ما حطينا فيه الفلفل الطماطم شويه فنيريا
والفرماج والفرماج اي بي مازال لنا نخليو الجلده. علاش نخليو الجلده؟ باش نقولوا نصيحه للساده المشاهدين اللي هي الجلده هي اللي باش تحمينا السوبريم نتاع الدجاج وهي باش تخليه راوي. نعرفوا الماتير غراس اللي موجوده في الجلده دونك هذاك علاش نخليوها وباش نحاولوا نعطيوها توش اخرى باش تكون كروستيونت باش ندهنوها بالفاح اللي هو موجود فيه المتارد والعسل. كروستيونت اي دونك دي كالعاده المهمه نتاعي المهمه الزيت الزيت نجمه سي بون شوي شوي بركه الزيت دونك هكا في الاثنين هذيا شنو اللي تبقى لنا؟ تبقى لنا كان باش ناخذ بلاتو نتاعنا باش نحط فيه الدجاج ونحطو في الفور هذه حاجه لونيه وي وفي الاثنين باش نحضر شويه الكارنيتور باش ناخذ شويه فلفل به النجم قبل كل شيء عطنا نوريك طريقه اخرى ساده قصيتو الفلفل بيان سور ما قصيناش اون روندل قصيناها هكا بالطول قصيناها بالطول بيان سور فيها حكمه سيغتيمون نبدلو طريقه التقديم نوع شويه نوع شويه باش نوريك حاجه اخرى ميسيرش خلي اذا ما نحبوش نطيبوه في الفور نجمو الماركيو في البواله ومن بعد نكبر انا كنت باش نقول لك شيف فهمت دونك باش ناخذو السوبريم باش نماركيو هادو بلاش في البواله دونك بعد ما ماركيناه ماركينا بونتو ماركينا بونتو اي ما بقينا كان هذاك باش نحطو في الفور شيء والزيت اللي قلينا فيه الدجاج مكينا فيه الدجاج باش نحطو فيه ما نلوخوهش حتى وكان لونه تبدل شويه هكا وكحال شويه ما نلوخوهش دونك بالنسبه لينا حطينا فلفل باش نزيدو بس كناريا دونك باش نزيدو الطماط طوماتيش شكونيش كالهوني هذيك الخضره طوحوها بشويه ملح في الاكحل ملح فلفل اكحل طوحناها بالملح والفلفل الاكحل نخركوها شويه مليحه مليح وتوا بعد ما طيبنا الصدر نتاع الدجاج باش نحضروا الصحن وباش نزينوه دونك عندنا مرحله دريساج اللي هي مرحله ماهيش سهله اللي فيها زادة فن وما لازمناش هكا نزبيوها هكا في سافيسا بعد ما نعملوا المغامره هذه الكل لازم زادة نعطيو قيمه للدريساج نتاعنا دونك عندنا مازال سخون علاش قلت لك بكري على عسل على عسل ديجا كان ترى العسل مع قلنا صوص موتارد فوالا موتارد الحاجه الاولانيه باش نستحق الخضره اللي هي باش تكون باز بيان سور باش نزينوا بها الصحن نتاعنا شويه كونتيتي صغيره نزيدو شوية خير مسيرش باش نسحقو علاش قلت لك هكا باش نسحقو فهمت اي دونك مازال باش نزيدو شوية وفيل عليه هكا وتوا باش نحطو لومبورتي بيس باش نسحقو وي توا فهمتك دونك الروز كنا طيبنا روز طاتناه في الماء وحطينا شوية ملح وشوية زيت خلينا ابيض خلينا نبدلو الروز ما عادش نعملو الروز اصفر ولا حاجه نحاولو النوع هو يقول لك ما لازموش يتي برشا الروز سينو بعد هكا يشد في بعضه صحيح ولا احنا نوعية البريباراسيون خاطر توا فما الريزوتو الريزوتو هو عباره على روز يعني طيب اكثر انتي معناها انتي والغوسيت انتي والغوسيت اي فهمتك اي دونك بالنسبه لينا نحيو الكاري هذيك مزيان كما حضرنا وتوا ما بقى لنا كي نمشي نزيدو نزينو الدجاج حطو نتاع راس ورويس اي مسيش حتى في الدار تنجمو تعملوها ماهيش صعيبه برشا معناها سي با لا ميغ ابواغ فهمت معناها جوست لو كاري هذاك نستحقوه وبيان سور لازم نتبعو تعليمات الشيف باش نزيدو نزينو احنا هكا على اساس البورتفوي تاعنا ان شاء الله ديما مليان مليان ان شاء الله هو باش يبدا مليان شيف علاش؟ علاش؟ خاطر نحنا ديما نستحقوا في لي منو تاعنا ما نصرفوش برشا دونك سيغتينمون باش يقعدوا لنا فلوس في رمضان بعد رمضان بعد رمضان باش نشريو بهم حوايج العيد حوايج العيد دونك بالنسبه لنا اعزائنا المشاهدين هكا نكونوا حضرنا الطبق الرئيسي
ومازلنا مواصلين معاكم باش نحضروا ديسير. انا رجعت ورجعنا لكم باش نحضروا حاجه حلوه من يدين الشيف اللي هي الدسير مصفوف. مصفوف دونك بالنسبه لينا اليوم اخترنا في الدسير باش نحضروا لكم المصفوف. بالنسبه لينا باش نسحقوا المصفوف شويه زبيب شويه دقله لوز والعوينه مصفوف شويه سكر. مصفوف نتاعنا دو بريفيرونس يكون اخترنا المصفوف. بالنسبه للمصفوف اخترنا ورده. باش تعطيني شويه زيت نزيد سي بون. باش نخلطوا المصفوف باش نزيدوه شويه سكر. مصفوف زيت سكر مشاش نجم نزيدني شويه اخر زيت. اي اكيد كان احنا عينا ميزانة شوفوا معناها سي بون. نشوفوا الماء غلي ولا لا غلي. دونك نحطوا الكسكاس نتاعنا. الكسكاس اي فوالا نضيف شويه سكر من الكسكاس نتاعنا بعد ما غلي الماء. حطينا السكر مازال المشمش والزبيب واللوز وبدك دونك تو باش تعاوني شويه. اي باش نحط انا باش نعاون الشيف. يعطيك الصحه. باش ناخذ الدقله باش نقصوها جويده. القبه قاعده تتبني بشويه بشويه. الدقله بعد ما قصيناها نحيين لها القلب نتاعها. قصيناها جويده جويده وما بقانا توا كان باش نخليو المسخوف يفور. نغطيوه ونفقدوه كالعاده شويه زيت شويه زيت سي بون. باش نحط بحداك اللوز وانت باش تلاها باش تقلي باش تقلينا اللوز. اللوز معناها جوست يسخن شويه زيت ولا من الاول ينجم في الزيت البارده ما يصيرش ديجا سخون. ليش؟ أتقلبوا بسياسة بسياسة. خلي هكا في الأثناء باش ناخذوا المصفوف. المصفوف باش تعاوني. الختار. هكا. والرجاء الختار. نرجعوا الختار. باهي ونعاونك شوية فهمت معاك المصفوف. المصفوف. ما عادش نسحقوا. هذايا. من بعدها من بحذانا. شيف دو بريفيرونس نقليو الزيت أفو دو وإلا هكا فيسا فيسا نزربوه. حسب رايك بشويه 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 في الاثناء باش نفوحوا باش نحط له شويه عطرشيه ولا شويه زهر. زيد في الزهر يا شيف زيد زيد زيد. انا عندي زهر خاطر قاعده نتعلم على جين شيف عالمي. حط شويه سكر زبيب. وديما في رمضان لازم هكا في سهريه نعملوا مصفوف يعني في رمضان ايه. معروفه. باش نحط شويه العوينه بالطبيعه ما ننساش الحاجات الزايده نحيوهم. لو طون اللي انا نقلي في اللوز باه باش نحطوا شويه حليب. شويه حليب كالعاده هنا ميزانه باه ونجموا الدقله خلينا شويه كعبات صحاح باش نزينو بيهم. ريسيت سهله برشا. باش ناخذ عليك اللوز. اللوز. نحطو لهنا. هات لهنا يتقلى. نجمو كي يبدا مثلا يقعد لنا لوز مرحي من الريسيت نتاع البارح. نحطوها. نجمو نحطوه يا سيدي يا سيدي. ما نحيروش يبدا ما عناش لوز هكا. بون دو بريفيرونس باش نعطيك نصيحه اللي يلزمنا نحركو بفرشيته. ايه. حركو بفرشيته. مش يدينا مسرح. مسرح. مش بمغرفه. مش بمغرفه. مش بمغرفه. بيان سور. باش تبدا فما اسباس هكا يتعدى من بين اي اي فهمتك. باش بعد ما حطينا المزيج كل ما بعده. ما بقى لنا كان باش نزيدوا اللوز. اللوز. دونك انا هكا حمار شويه. حمار شويه اللوز. نحطوه هكا. اي. هذوك نخليهم للزينه. للزينه والا للغدوه. لا لا خليهم للزينه ما نسيش. دونك بالنسبه لنا هكا اعزائنا المشاهدين نكون حضرنا ديسير يعمل 66 كيف. وي بنين ظهر. منه يكون ديسير وينجم زاده يكون سحور. وما بقى لنا توا كان باش نزينوا طاولتنا وهنا رجعنا. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم مره اخرى
وصلنا للفاس فينال نتاعنا بعد الخدمه الكل وبعد الجو اللي عملناه في الكوجينه نتاعنا. فوصلنا للدريساج، عملنا الكفتيجي زيناه ريفيزيتي منظرو ياسر 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 مزيان. ومن بعد وصلنا للبلا برانسيبال، عملنا سوبريم دو بولي فارسي كله فروماج وبيان بريزونتي هاو كيما تشوفوا، وبيان سور في السهريه وللديسير عملنا مسفوف كله دقلة ولوز وهاك تراو، معناها سي بيان بريزونتي. برافو شيف. هكا ان شاء الله يكونوا الاطباق اللي حضرناهم عجبوكم ونالوا رضاكم. وما بقى لي كامش نقول لكم شاهية طيبة، وما تنساوش كل يوم في نفس التوقيت. صباح الخير. خير.